كنا بقى نتعرفوا على بعض ازاي. طولتك سنتي. انت بتكتبي بس. محبش اتكلم في السياسة. طب دورة اوروبية عايزين نروح فين؟ بتبتسم مش بتكتب. فلقيته قدامي قلت اعمل كام حركة كده يمين شمال اعدي. والله العظيم انت نصابة. على طول بيقول لي ان انت ما جيتيش. نمسح الاجابة بسرعة. يو كنت اقول والله. بس حبيب الفرقة كلها. ناس بيحب يحكي القصة دي. ليه؟ لا مش بحب ولا حاجة. كنا عندنا حوالي 16-17 سنة كده، وكنت أنا في فرقة الباسكت اللي قدهم بس البنات بقى، فكان الكباتن يعني عايزين يلعبونا جيم ودي كده يعني، وأنا كنت بلعب بس أنا بلعب بلاي ميكر اللي هو أقصر واحد في الفرقة وأنا أطول واحد في الفرقة، فمستحيل يعني يحصل إن هو ياخد مني كورة لأن أنا أسهل بكتير عدي. بس فلقيته قدامي قلت أعمل كام حركة كده يمين شمال عدي، جريت ببص لقيت الكورة مش معايا وأنا صغيرة بقى بحط دنك. فدي كانت بداية التعرف إني اتضايقت شوية منه إنه عمل فيها الحركة دي. بس بكى بقى تعرفنا مين لي. ببقى فاهمة فكرة انه التمارين الواحد بيبقى راجع تعبان بيبقى يعني متوتر شوية قبل الماتش مش عارفة ايه، فببقى فاهمة قصة الرياضة والبني ادم الرياضي حياته عاملة ازاي، فده اسهل شوية. لكن تعليق عليه في الملعب محبش اتكلم في السياسة. ممكن يزعل وما يبينش ان هو زعلان بس انا باخد بالي يعني. هي ما جربتش اصلا عشان تعرف انا بزعل. لا انا اسمي ابني بيتقبل الراي الاخر الصراحه، فعادي نغير كلامي بسرعه. بسرعه قوي ده ما لحقناش. بعد اول قلم. والله انا بالنسبه لي مش يعني مش حاجه اساسيه بصراحه يعني، ممكن يعني باسكت فولي اللي هي عايزاه يعني. انا طبعا نفسي يعني تلعب باسكت يعني، لكن في نفس الوقت عمري ما هحط عليها البريشر ان هي. ما بحبش الناس اللي لازم تبقى زي بابا او لازم زي ماما بصراحه يعني. براحتها عايزه تلعب رياضه ثانيه لو هي بتحبها وناجحه فيها طبعا تلعب يعني. مش عايزه تلعب رياضه خالص مثلا، عايزه تبقى عندها موهبه مختلفه هنلعبها رياضه برضو، بس يبقى عندها الموهبه المختلفه دي مش مشكله. هي جمله يبقى جابتها صح. رهيبة. إذا كان كده ماشي تمام. عطب بيقول لي إن أنت ما جيتيش. عربي ولا أجنبي بقى؟ ماشي ممكن عربي بقى. خلينا في عربي. عربي ولا الأجنبي؟ أنا عندي حاجة أجنبي مفضلة أكتر 20,000 فيلم. خلينا في العربي بقى. نمسح الإجابة بسرعة. خلينا عربي. خلينا عربي. لا أنا قررت إن هو يبقى إنجلش. يبقى انت ليا الفيلم بتاعنا العربي بتاعي خطي والعربي وحش قوي. ماشي بس. يو كنت هقول والله. تمام تمام. انا ليه ما اعرف الاسئله قبلك؟ انا مش فاهمه في حاجه غلط. اقول اللي في دماغي ولا اقول انت بتكتبي ده؟ مش عارف يبترسم مش بيكتب. انا ما بكتبش. ايه ده؟ عربي وانجليزي مع بعض. طب دوره اوروبيه عايزين نروح فين؟ لا ده انا هسيب لك انت الاختيار، لو جالي حاجه اوروبا هسيب لك تختاري عشان تعيش فين بقى. الاسئله سهله شويه. ما أصلاً بحب الأكل شوية. معروفة دي برضو. أو كل يوم مكرونة عمليه مكرونة عمليه مكرونة. جزء من مكرونة. أيوة المكرونة أنواع مختلفة. هي تفرق المكرونة بس كده. مكرونة كشري. تغلب بصة تكتبي غلط. لا بعذر. تمام. طولتك سنتي. طولتي عشان الشعر بس. هو الشعر دلوقتي ممكن يوصل ل 15. حياتنا كلها. حياتنا كلها ايه؟ والله العظيم انت نصابة. دا
ده انا ما بداتش العب من ساعه ما اتجوزنا غير اخر اسبوع بس. ده كده الموضوع قل ده يعني خطير. قال لي ايه ده انا كنت زمان ما بسيبش الدراع. بس حبيب الفرقه كلها. يعني هو ممكن اتنين او اتنين مثلا. يعني هو انت شايف اصلا بتغش مني؟ لا والله ما بصيتش. ماشي. هو احمد حاتم ولا ايه؟ هو اسمه ايه؟ مش مصري؟ مصري اسمه ايه؟ لا خلاص. ايه الخط ده؟ محمد سعد. ايه والله محمد سعد ده؟ انا استوعبت ايوه الافيهات اللي مش ما هو افيهاته عشان هو افيهاته كتير لكن مش على كده. طب انا برضه مش غير افيهات هادي رمزي. افيهات الشخص اللي هادي رمزي يعني رمزي.